بعد الحملات الهمجية على مناطق الشمال السوري والقصف المستمر على القرى والمناطق المأهولة لمدة طويلة، بات واضحاً وجلياً مقدار الدمار الذي خلفته تلك الضربات. لذلك وكي تصبح سوريا أجمل مما كانت عليه وتحت شعار لتبقى سوريا خضراء، أقام معهد يونس إمرا بالتعاون مع مديرية التربية في مدينة الراعي والمجلس المحلي مهرجاناً لزراعة الشتلات، حيث يهدف المشروع إلى زراعة 10,000 شتلة في عدد من مناطق الشمال السوري، وتم البدء من بلدة أخترين وبلدة هضبات بريف الراعي، وذلك بحضور مدير معهد يونس إمرا ورئيس المجلس المحلي ومدير التربية، كما تم توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال. كاميرا الفرات وكما عودتكم كانت هناك لتكون عينكم على الحدث، بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلاقا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قامت القيامة وبيأتي أحدكم فسيلة فليزرعها، قام معهد يونس إمرا بالتعاون مع مديرية التربية والمجلس المحلي في مدينة الراعي بزرع أشجار في مدارس الراعي 10,000 شجرة في كافة منطقة درع الفرات. نشكر معهد يونس إمرا على قيامه بهذا المشروع، وشكرا لكم.